مستمرين مع كل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. حسام حسن، كابتن حسام، هناخد دايما وقتك. مليون مبروك على مليون مبروك على البطولة، بطولة غالية ومباراة كبيرة النهاردة، خاصة لما بتبقى أمام خصم زي نادي الزمالك. الحمد لله، انا بشكر ربنا طبعا على الفوز دوت، ان هو بيجي في وقته وعلى نادي كبير زي نادي الزمالك وجماهيره. احنا بنبارك، انا ببارك للعيبه، لعيبه رجاله. احنا تعبنا طول الفتره اللي فاتت دي، كنا مضغوطين بشكل مش طبيعي، عشان احنا السيزون اللي فات طلعنا من غير بطولات، فكان الموسم دوت كان لازم نبدا ببطوله، وبطوله غاليه من خصم قوي، من خصم قوي زي نادي الزمالك. فانا الحمد لله ده الطبيعي، وده النادي الاهلي في الظروف الصعبه، واللعيبه رجاله. واحنا الحمد لله طول الفتره اللي فاتت احنا مركزين وعارفين احنا عاوزين ايه، فخلاص انا ده احنا بنبارك للعيبه، وبقول لهم ان شاء الله الموسم دوت نعمل موسم جامد وناخد البطولات كلها، فان شاء الله احنا نقفل الصفحه دي ونركز بقى. ان شاء الله عندنا ماتش في الدوري وهيبقى ماتش صعب، ان شاء الله ربنا يكلم مجهودنا على خير كده قبل الوقف، وننهي بصوره كويسه تليق باسم النادي الاهلي وجماهيره ان شاء الله. النهارده جمهور النادي الاهلي عامل ملحمه وثقه كبيره جدا من جمهور النادي الاهلي. طبعا طبعا، وجمهور النادي الاهلي دايما هو اللاعب رقم واحد لينا، فاحنا الحمد لله احنا بنهدي للجمهور الفوز دوت، والكاس ده غالي، خاصه ان هو جاي في وقته ومن خصم قوي زي نادي الزمالك. فالحمد لله انا ببارك للعيبه وببارك للجمهور والجهاز الفني، وان شاء الله نكمل على كده وننافس على البطولات كلها ان شاء الله. يعني اشكرك يا كابتن حسام، وبالتوفيق ان شاء الله ومزيد من البطولات باذن الله. ان شاء الله.